هسألك سؤال غريب شوية، عمرك فكرت تزور دكتور نفساني؟ اشمعنى السؤال ده؟ يبقى فكرت. اشمعنى السؤال يبقى ده؟ يبقى فكرت. بس لا مش فكرت. شفتها. مش فكرت والله. هو دايما لازم اصلا يعني لازم الدكتور النفساني ده اساسي في حياة اي بني ادم، لازم بيبقى موجود. اكيد هو بيبقى عنده حاجات هو بيفهمها اكتر مننا شغله، فدايما انا السؤال ده يعني السؤال ده اول مرة تسأله، بس هو في فعلا في دكتور نفساني اكيد. اتكلم معاك عن الغضب او عن انفعالاتك؟ اتكلم معايا. يمكن اول ما رحت النادي الاهلي هو كده كان في دكتور نفساني، بس بالاخص كان معايا ساعدني كتير في حياتي وساعدني كتير الفتره اللي فاتت دي ان انا ابقى ماسك اعصابي واخد ردود فعلي امتى بان وامتى كده، يعني دايما على طول بيقول لي الصح من الغلط ايه. انت اللي قررت تروح له ولا حد نصحك؟ لا انا بحب المغامرات، يعني المغامرات دي انا بحبها، فانا لا انا اللي قررت اروح له. بتتكلم معاه بصراحه ولا بتخبي عليه؟ بتستسكى عليه يعني؟ لا هو كده كده ما حدش يعني مش هيستسكى عليه خالص، لان هو عارف، هو بيعرف يعني من البصه بيعرفني، وما بيجي يقول لي دي صح ولا دي غلط اكيد انا بجاوب صح. ايه اول عيب في نفسك صرحته بيه؟ ان انا عصبي. قال لك ازاي تخف العصبيه؟ بالشغل معاه، يعني بالشغل معاه اكيد في حاجه تقلي عليها، ان انا ابقى ماسك نفسي في ماتشات، في ماتشات ما ينفعش فيها ان انا ابقى نازل متعصب، لا يعني من كتر كلامه معايا انا بسمع له يعني عشان عارف، وكانت بتاثر عليا في الملعب، كانت بتبان عليا في الملعب.